طوال التاريخ الإنسان يواجه صعوبات ومتاعب وتحديات وأخطار وآلام، ضغوط نفسية قد تكون تصل في بعض الأحيان إلى ضغوط نفسية حادة جدا وقاسية جدا، وبتترك في النهاية هذه الضغوط النفسية الحادة بتترك آثارها على الإنسان، على صحته، بيمرض، تجي أمراض القلب وأمراض الأعصاب والانهيارات العصبية ومشاكل، وبتترك أثر أيضا على نفسيته أو ما يسمى بالصحة النفسية. ولكن المرض النفسي له نتائج خطيرة جدا على سلوك الإنسان، سلوكه الشخصي، سلوكه العام، علاقته مع عائلته، علاقته مع جيرانه، علاقته مع مجتمعه. طيب نحن في مواجهة هاي الصعوبات النفسية، هاي المتاعب النفسية، لازم نروح عند الأطباء النفسيين الحقيقيين اللي هن أنبياء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هؤلاء الأنبياء هم يحدثوننا ويخبروننا عن الله عز وجل. الله هو خالق هذه النفوس. طيب أنا في مواجهة هذه الشدائد، هذه المصاعب، هذه المتاعب، أول شيء هونة بتهون، شوف الجزء المليان من الكوب مش الجزء الفاضي. الجزء الفاضي هو فاضي، هون المشكلة. لكن أنا وبدي عالج الجزء الفاضي، خلي على طول ببالي الجزء المليان. الجزء المليان اللي هو شو؟ هو النعم اللي الله أنعم عليه. إذا بجيب أنا حجم النعم، كم النعم اللي الله أنعم عليه وعليكم وعلى كل إنسان، هلأ أمام هاي النعم العظيمة، نعم هون في مشكلة، في تنتين، في ثلاثة، في هون نقص، هون في حاجة، هذا مش معناتها أنه خلص نقعد نهول على حالنا ونكبر المصيبة على حالنا. هون لما بقول هونة بتهون، لما منشوف عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ندرك أنه لا، هاي المشكلة أو هاي المصيبة هاي محدودة. إذن العنوان الأول، واحد يشوف النعم، بيجي بيقول لك يا خيي أنا بمصيبة. طيب أنت بمصيبة، بس تعال شوف، شو في نعم الله أعطاك إياه؟ أنت اللي بالمصيبة، تعال نعد النعم، تحصي أنت ويا النعم. العنوان الثاني كمان، هذا ورد في الأحاديث، أن يرى مصائب وأحوال الآخرين حاضرا وماضيا. شو بيقول مثل اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون مصيبته؟ أنه والله أنا ما عندي بيت ملك. طيب قديش هن الناس اللي ما عندهم بيوت ملك؟ لما منشوف نحن أحوال الناس الآخرين، لا بتهون، أي واحد بتهون مصيبته، تصغر، بصير يقدر يستوعبها نفسيا. بيحكوا انه 800 مليون او 900 مليون جائع في العالم. شو يعني جائع؟ يعني لا يملك قوت يومه، اكل ياكل بنهار واحد ما عنده. طيب الحمد لله انه نحن قد ما نكون فقراء عنا شيء ناكله. طيب انه انا بالنهاية قاعد ببيت، بيت ملك، بيت اجار، قطين ولا خمس اوض ولا فيلا، انا قاعد تحت سقف الحمد لله ينام، بس اطلع بالملايين اللي ما عندهم سقف يقعدوا تحتهم. العنوان الثالث، انه يا اخي ويا اختي، نحن العايشين مشاكل هاي الدنيا، اذا جينا قعدنا شوي هيك فكرنا، ولو كل يوم خمس دقايق، وانتبهنا انه هاي الدنيا دنيا زائلة فانية جيفة راحلة منتهية، لا مالها بيبقى، يا ما في اغنياء صاروا فقراء، هذا حال الدنيا. هذه الدنيا الزائفة ما بتستاهل واحد يوجع قلبه من شانها، يتعب أعصابه من شانها، فضلا أنه يروح ينتحر من شانها، أو يقتل من شانها، أو يسرق من شانها، أو يتورط بالمخدرات من شانها. شي هي الدنيا؟ ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام بوحدة من خطب نهج البلاغة بيقول: والسالم منك، يعني من الدنيا، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، حتى لو ضاق كل شيء حوله، ضاق وضعه المالي، وضعه الاجتماعي، وضعه السياسي، وضعه الأمني، كل الدنيا أطبقت عليه، كل الظروف تآمرت عليه وصعبت عنده، لأن قلبه سالم من الدنيا، لأن الدنيا عنده ماشي زائلة فانية. ليه؟ لأنها كيوم حان انسلاخه، يوم وبيخلص. شيء الدنيا؟ يوم وبيخلص. العنوان الرابع هو عنوان القناعة، القناعة
القناعة تؤدي إلى هناءة العيش. انتقم من حوسك بالقنوع، هيك فيك تربي حالك تطلع من الحوس والطمع. أشكر الناس أقنعهم، وأكفرهم للنعم أشجعهم. من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف، بعش مد إيده يسرق، بعش مد إيده ينهب، ما بيعود يغش، ما بيعود يغتاب، ما بيعود ينم، ما بيعود يتآمر، ما بيصير عميل. العنوان الخامس، انه واحد يا خي ماشي الحال، عندي مرض، عندي دين، عندي مصيبة، عندي قصة، عندي حكاية، فقد عزيز، ان نحتسب هذه النواقص او هذه المصائب او ما ألم بنا، نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، نرضى بقضاء الله وقدره، نرضى بما اختاره الله لنا. هل أد؟ العنوان الأخير هو ذكر الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الأهم بين كل العناوين اللي ذكرتهم، هذا الأهم، أن نلجأ إلى الله، أن نذكر الله سبحانه وتعالى. الله هو طبيب النفوس، حبيب القلوب، طبيب القلوب، أنيس النفوس، هو المداوي، هو المعافي، هو الشافي، فنذكره ونلجأ إليه. الله اللي خلق هاي الأنفس، اللي خلق هاي القلوب، هو عم بيقول ما هو السبيل لهذه النفوس لتهدأ لتطمئن، شو هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، تجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى وتذكره. نفس انه الله تذكره بذهنك، نفسك، بقلبك، هذا يطمئن القلوب، يشفي القلوب، يؤنس القلوب، يداوي القلوب، ينور القلوب، يزهر القلوب والنفوس. حديث قدسي، أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري، أنا الله عز وجل توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه. أصلا جزء كبير اليوم من الطب النفسي عشو بيعتمد، تعرف عشو بيعتمد؟ وبلش يسأله وأنه فضفض فضفض، أصلا بيحكي موضوعات ما لها خصة بالمشكلة يعني. ليه؟ لأنه الفضفضة، الحكي، التعبير، هذا بيخلي الناس تخلى. الإنسان بالموضوع النفسي يحتاج إلى أنيس، إلى جليس، إلى محادث، إلى من يحكي له همومه وغمومه، يفضي. طيب، في أعظم من الله وأعلم من الله وأقدر من الله وأقرب من الله وأبصر من الله وأسمع من الله وأحفظ للسر من الله وأستر من الله، وبعود بين إيدين الله وحكي له.